بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في منصة ذرباك. اليوم إن شاء الله باش نحكوا على بداية اليوم بطبيعة ديزاستيس خاصة بالماتير انفورماتيك. كل مرة باش ناخذ ماتير، اليوم باش نحكوا على البوكل ريبيتي اللي يعانوا منها برشا. دونك وقتاش نستعملوها بطريقة سامبل على الآخر. دونك لهنا تبعوني إن شاء الله باش نوري لكم الحالات اللي نجم نستعمل فيها بوكب ريبيتر. مرحبا بكم، نبدو به. قبل ما نبدو هذا الجروب عملته اسمه منصة فيرباك، نهبط فيه في شيت مات اي ماتير انفورماتيك الشعب الكل. دونك اللي حاجته باش يتليشارجي ديزيكزاما معناها في الماتيريت الكل ينجم يدخل الجروب هذا اسمه منصة فيرباك. نجم نعاونكم باللي نقدر، اي واحد عنده كيستيون ينجم يسال حتى في المات في الانفورماتيك سيكسيونات الكل. دونك نبدو نفهموا البرانسيب نتاع ريبيتي. بيه باختصار وقتاش نستعملوا البوكل ريبيتي يا جماعه؟ البوكل ريبيتي اللي مش فاهمها نستعملوها وقت اللي عندنا كونديسيون على حاجه. اش معناها؟ مثلا نعطيكم اكزرسيس هذا سيزير، يجي يقول لك سيزير ان انتي strictement positif. Strictement positif. بي اول حاجه تشوف انت شنو عندك، عندك كونديسيون. اش معنى كونديسيون؟ كيما لهنا لازم ما تقرا تعمل له سيزي. اول حاجه كي نقول سيزي يا جماعه معناتها لير، يعني باش نقرا بارتير من الكلافي. نلوج عنديش كونديسيون على اللونتي اللي باش نقرا، عندي كونديسيون اللي هو لازم يكون strictement بوزيتيف. دونك اول حاله انه نخدموا فيها البوكل ريبيتي في حاله اني عندي كونديسيون على حاجه. دونك لهنا كي في العاده كي بالك ما عنديش كونديسيون نكتب لير مثلا ان، هذا باش نقرا اونتي لير ان. هذه اش معناها؟ لير ابارتير من الكلافي. باهي الكونديسيون كيفاش باش نعملو؟ قلت لكم دونك نستعمل البوكل ريبيتي مادام عندي كونديسيون. دونك باش نستعمل بوكل ريبيتي ونجم نستعمل بوكل تونكي. اما نحنا توا هاني عطيتكم باش نعطيكم كل مره حاله باش نستعملوا فيها البوكل ريبيتي. دونك نعمل ريبيتي قبل اللير ونعمل جيسكال كونديسيون اللي طلبوا عليا انا، اللي هو الكونديسيون شنو؟ يحب الان ستريكتومون بوزيتيف دونك سوبيريور زيرو. واضح؟ نفترضوا عطيتك اكزومبل اخر باش نزيد نفهمك اش معناها الكونديسيون. نجي نقول سيزي والا سيزير ان شين ان شين سي هاش دو لونغور ماكسيمال اتيغال ا 90. اش قال لك لهنا؟ قال لي سيزير ان شين دو كاركتير سي هاش ولازم اللونغور نتاعو ماكسيمال يعني ما يتجاوزش العشرة كاركتري. دونك نحنا في العادة كي نقولو سيزي دونك اوتوماتيك اللي يقرو عندي يعرف واش معناها سيزي. قلت لهم سيزي معناها راك باش تقرا حاجة ابارتير من الكلافي. دونك باش نستعمل لانستريكسيون لير. دونك لير سي هاش باش نكتب ومادام عندي كونديسيون على سي هاش قالي لازمو يكون ما يتجاوزش الماكسيمال لونغور نتاعو ما يفوتش 10 كاركتر. دونك لهنا مادام عندي كونديسيون نعمل اللير في ريبيتي جيسكا. جيسكا شنو؟ مادام نحكي لك على اللونغور نتاع السي هاش، عندنا فونكسيون بريديفيني قريناها في الكور سي لونغ. سي هاش طلع لنا اللونغور دو لاشي وقال لي هو دو لونغور ماكسيمال ايتيغال 10 معناها انفيريور او ايغال 10. هذه هي الحكايه الكل. دونك ريبيتي اون جينيرال نستعملوها وقت اللي عندنا كونديسيون على حاجه. اي واحد عنده كيستيون ينجم يسالني لهنا في الجروب نتاعنا اللي هو اسمه منصه فيرباك. تهبط يعني باش نهبطوا الفيديو لهنا في الجروب. وزاد عندنا شين اسمها فيرباك نجموا زاد تعملوا فيها كومنتير. اي سؤال نجاوبكم ان شاء الله. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.